تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أمام مستشفى الحسين العام في كربلاء المقدسة. طبعاً ظهر في الفيديو إطلاق نار كثيف مما تسبب بذعر المارة. طبعاً تبين فيما بعد أن إطلاق النار كانت دقة عشائرية. خلونا نشوف شنو اللي صاير بفيديو، ومن بعدها ناخذ التعليقات، ومن بعدها اللي تعليق مهم جداً جداً. خلونا نشوف. شكو هاي شكو شكو عركة والله عم هدوا على الدولة ستارة من أمه. أكيد رواد التواصل الاجتماعي كان لهم تعليقات بخصوص هذا الموضوع. خلونا نشوف الناس شنو قالت بالسوشيال ميديا عن هذا الفيديو وعن الدقة العشائرية للمستشفى، ومن بعدها كم الأخبار. أولى التعليقات بالفيسبوك طبعاً تحت هاشتاغ مستشفى الحسين في كربلاء تتعرض لدقة عشائرية. طارق الراوي: قرار المعركة أمام المستشفى بحد ذاته قرار موفق وصائب. شلون هاي؟ خلونا نشوف شنو اللي قال. على الأقل الجريح بسرعة يوصل للمستشفى، والقتيل كذلك بسرعة يصل للطب العدلي. هنا اختصر الموضوع بأنه هذا القرار صائب وموفق. خلونا نشوف تعليقات أخرى. حيل جاي يصير بي أو بيها، لا كهرباء لا عيشة بيها حاض، جوع بطالة من وراء أغلب الناس مستهترة، وين أكو واحد يدق مستشفى؟ خوف من الله ماكو، اللي يسوي هيش تصرفات ما أعتقد يخاف من الله. طبعا كرار كان لهذا التعليق. خلونا نشوف مصطفى صالح شنو علق بالفيسبوك: حرامات المستشفى ما عندها عمام حتى يفزعوا لها. هذه كانت التعليقات، كان بها نوع من السخرية، لكن معاهم حق ولهم كل الحق الناس تعلق بهذه الطريقة. خلونا نشوف آخر تعليق: والله فخمتوا ونشرتوا وكبرتوا الموضوع، يابا وإذا رموا لهم 60 لو 90 طلقة على المستشفى صار يعني، وإذا تروعت المرضى والكوادر انقلبت الدنيا، قابل انتهكوا سيادة المحافظة والأمن العام؟ لا كل شيء ما سووا أصلاً الموضوع طبيعي. طبعاً للمعلومة هذه الحادثة ليست الأولى في العراق، وللأسف ظاهرة الدقة العشائرية ما زالت موجودة رغم إعلان الدولة أنها تعتبر ضمن الأعمال الإرهابية والمخلة بأمن الدولة. هذه التفاصيل اللي رافقت هذا الخبر طبعاً، ولا نعرف سبب بقائها إلى الآن وبهذا الشكل الخطر. هل يا ترى هو ضعف الحكومة أم تمرد بعض الناس وعدم خوفهم وخشيتهم من عواقبها؟ نترك السؤال للمشاهدين.